زواج ولي العهد. هذا الموضوع أنا كتبت عنه كتاب حساباتي على السوشيال ميديا، واستغربت إنه كثير ناس مش عاجبهم يعني كلامي. أنا طبعا من حق الجميع إنه يختلف مع وجهة النظر تعيته وينتقدها وما إلى ذلك، بس بتحس الناس يا أخي عاطفيين بزيادة بموضوع مثلا زواج ولي العهد. إحنا قاعدين بنحكي عن ولي العهد، ولي العهد يعني هو حيكون الملك القادم للمملكة. هسا واحد زي ولي العهد، هسا بلاش ولي العهد، هسا أي شخصية عامة، أي بني آدم فينا إذا كان معاه مثلا مبلغ مالي معين بحب إنه يكون يوم زواجه يكون أحسن يوم في الدنيا، وطبعا بحب كمان يكون الزواج تاعه إشي فخم، يعني إنه هذا يوم حيظل يحكي عنه الناس هيكون أحسن يوم المفروض بحياتك يوم زواجك ومن شريكتك يعني شركة حياتك. فما بالك عادي بولي العهد، ولي العهد اللي حيكون ملك. بس ولي العهد مش إنسان عادي، ولي العهد هو الملك، أنت فاهم شو يعني ملك؟ وهو بيمثلنا إحنا كأردنيين كلنا قدام العالم كله، فلازم الحفلة تعيته أو العرس تاعه يكون إشي كبير كثير. مع إنه كمان على موضوع إنه كبير كثير، مقارنة هسا لما نقارن مثلا ولي العهد والزواج تاعه بأي زواج ثاني، إشي بسيط مقارنة بالأشياء الثانية اللي بنشوفها مثلا لحكام دول ثانية أو لرؤساء دول ثانية، وما بتقارنش نهائيا بالإشي اللي بيصير بباقي الدول العالم الثانية. مش أنا بقولش كمان إنه بسيط، لا هو مش بسيط كثير ولا هو كمان مبالغ فيه، هو جاي وسط بالنسبة للملوك. أنا بقارن بينه وبين الملوك الناس اللي زيه. فإيش أنت لما تيجي تحكي عن واحد بيمثلني أنا كمواطن أردني بمثل الدولة كلها، يا أخي طبيعي يكون إشي كبير كثير. طبيعي هذا ملك، ولي عهد هذا بمثلني، شو بدك يا مثلا يعمل لك الحفلة على السطوح؟ يعني بدك ولي العهد يعمل لك حفلة بالسطوح يعني مثلا؟ هذا حيصير ملك، لازم تكون حفلة فخمة وكبيرة كثير. بعدين أغلب الأشياء اللي جابوها زي مثلا لما حكوا لك جوشون والمغنيين اللي أجوا عنا على المملكة، على فكرة هذول كانوا للجميع، لأي حدا بيقدر يحضاها. للي ما بعرف هاي الشغلة، أغلب في كثير شغلات صارت ببلاش عنا في المملكة وكان الدخول عليها مجاني، زي حفلات المغنيين وما إلى ذلك عند المدرج الروماني كانت مجانية الناس اصلا، يعني حفلات وما الى ذلك. يعني كان في شغلات يعني خلى الشعب كله يفرح، احنا كلنا انبسطنا. احنا انا كمواطن اردني انا انبسطت كمان على ولي العهد، انا بفتخر لما ولي العهد تاعي هيك يمثلني قدام العالم، انا انبسطت والله. حتى في ناس معارضين عندي في المملكه شفتهم بعيني، مع انهم متضايقين من ولي العهد، اتضايقوا يعني من قصه الحفله، بس قبلها قبل ما ينتهي موضوع الحفله كان ينشر على الفستان الملكه بذات البنات البعاف، كان ينشر يحكوا والله بجنن وكلاسيك الفستان وابصر شو والحفله حلوه. بعد ما خلص صاي علقوا على الموضوع، يعني شغلة غبية. طب هذا ولي عهد يا اخوان، مش لازم اصلا يكون بسيط يا اخوان، هذا بيمثل الاردن كلها. عجبك ما عجبك، انت معارض مش معارض، ما بزبط واحد زيه بمكانته العالية جدا بيمثل البلد بل حيحكم البلد، حيكون هو الممثل للدولة، يعمل لك شغلة بسطوح وباجعه بعيد. انت لما تقارن الاشي اللي صار بينه وبين باقي الدول هو ده اشي. هسا اكيد في ناس فقراء، اكيد في ناس ماكلينها، وانا شخصيا بني ادم فقير، انا بحكي لكم على البث عادي مش مستحيل، انتوا زي انا ماكل هوا بالدنيا. جد انا بعيش مصاري ماكل هوا، بس انا ما ضايقتش هالحساسيه زيكم. يعني انا يا دوبها انا بحكيها عادي بس تعيش، انا يا دوب مثلا ادفع جار البيت اللي انا قاعد فيه، انا واهلي يعني يا دوب ادفع جار البيت، يا دوب ادفع حق النت، يا دوب ادفع الاشياء الاساسيه اللي علي، يا دوب احيانا كثير بينكسر علي حتى المصاري اللي. بس يا اخي ما ضايقت زيكم، يعني مع انه الوضع المادي زي الزفت ويا باجع بعيدها، لا انا موظف ولا انا ايش وماكل هوا بالدنيا، عشان هيك كمان بضل اطلب من الناس مثلا يدعموا القناه عشان الموضوع هذا جد بيساعدني بحياتي. مع ذلك انا ما ضايقت والله انه الملك عمل حفله وما عملش حفله، انا ما اتضايقت، بالعكس انا انبسطت لانه بيمثلني قدام العالم. جد نقدهم غبي. بعدين بقول لك قال مال الشعب ومال الشعب، يعني هو يا حبيبي سواء كان مال الشعب اللي عملت فيه حفله ولي العهد او مش مال الشعب، بكلا الحالتين هو بيمثل الشعب. كان مال الشعب مش مال الشعب هو اصلا بيمثل الشعب، فلازم الحفل تاعه يمثلني ويمثلك. وبعدين احنا بالمملكه عادي الناس بتتجوز، الناس بتعمل، الناس بتسوي كل شيء. كونك انت عدم المؤاخذه حياتك صعبه، هنا حياتي صعبه، انا حياتي صعبه، ما قعدت والله اقعد احكي للناس والله هذا اخذ مال الباقي قعدت اتهبل. انا هذا الموضوع ضايقني لانه انا جد انا كتبت بالموضوع كثير على السوشيال ميديا، فالناس راح يحكوا لك هذا بيسحج، هذا بصار شو. يا اخي انا بدي اسحج، انت شو اللي مضايقك؟ انا بحب الملك تاعي، انا بحب الملك وبحب الاسره الهاشميه من زمان. اذا محتواي عاجبك وحاسس انه بيستاهل الدعم، حابب بالمستقبل انه يتطور اكثر واني انا كمان اقدر استمر فيه، بتقدر حاليا تدعم المحتوى من خلال البيبال إذا كنت من خارج المملكة أو على الباتريون، وطبعا جميع الحسابات والأرقام حاليا قدامك على الشاشة. سلام.